السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا تمام. معكم علي جابر برو، فيديو جديد. واليوم طبعا راح نحكي عن اخبار يعني جديد بدنا نعملها للقناة. انه اول شيء انه الرياكشنز ما عادش راح نعملها، بس يعني اذا شيء يعني خاص بدي اعمله رياكشن بعمل له. وشو اسمه، راح نعمل شيفت من الفيديوهات الطويلة ليوتيوب شورتس، علشان ما بعرف معش عم بلاقي افكار للفيديوهات الطويلة، وفيديوهات اليوتيوب شورتس بحسن احسن. و فيديوهات اليوتيوب شورتس رح يكونوا عن اخبار لماينكرافت، تحديات وهيك اشياء. وبس، مع السلامة، باي باي.